عايز اسال حضرتك استاذ عبد الرحمن، الطفره اللي حصلت في البرامج التعليميه والتخصصات الدراسيه الجديده في الجامعات، احنا بنشوف تنوع كبير جدا في المشهد الجامعي، جامعات حكوميه خاصه اهليه، جامعات مهمه جدا اللي هي الجامعات التطبيقيه والتكنولوجيه بشكل كبير. ايه اللي حدث خلال هذا العام فيما يتعلق باضافه وادخال برامج وتخصصات دراسيه جديده ترتبط من ناحية بسوق العمل وترتبط أيضا بالتكنولوجيا المتقدمة وأحدث معايير التعليم عالميا؟ طيب بالفعل احنا عندنا في مصر دلوقتي 9 منظومات تعليمية تقريبا بتقدم جميع أشكال منظومات التعليم العالي اللي موجودة في العالم. لو هنبدأ بالجامعات الحكومية، الجامعات الحكومية هذا العام فيها تخصصات فريدة من نوعها وجديدة، وده في إطار أصلا احنا اتجاه بدأناه من سنوات اللي هو فكرة التوسع في البرامج التعليمية المتداخلة اللي هي البينية اللي ما يطلق عليها البينية اللي هي ما بين أكتر من تخصص. طبعا موضوع تغيير لوائح الكليات اللي هو بدأ من سنتين ده سهل الموضوع كتير جدا، وبقى مفيش فكرة الدراسة الثابتة، نظام الفصل الدراسي ده اتلغى، بقى في نظام الساعات المعتمدة في كثير من الكليات الجامعية. نظام الساعات المعتمدة بيسمح بمرونة في صناعة المحتوى والمقرر، وبالتالي توسع تقريبا كل الكليات بقى فيها برامج نوعية متداخلة متباينة. في برامج أصلا مختلفة وجديدة زي اللي شفناه في السنة دي في جامعة حلوان، وعليه إقبال كبير قوي من الطلاب اللي هو بتاع برنامج التغذية العلاجية، برنامج يعني كلية جديدة فتحت في جامعة حلوان، شفنا عليها إقبال كبير جدا جدا من الطلاب في مرحلة التنسيق الأولى والثانية والثالثة. طبعا ده إضافة إلى جميع البرامج البينية المتداخلة في جميع التخصصات من أول كليات حتى العلوم الإنسانية، الأداب، التجارة، الحقوق، أصبح فيها برامج بينية متداخلة مواكبة لاحتياجات سوق العمل. لو هنيجي بقى لنموذج تاني اللي هو ده من أهم النماذج التعليمية زي ما حضرتك قلت اللي هو الجامعات التكنولوجية التطبيقية اللي احنا عندنا دلوقتي منها 10 جامعات في مصر، صحيح. وبنستهدف إنشاء 17 جامعة تانيين عشان يبقى عندنا جامعة في كل محافظة. هذه الجامعات تقريبا كل مقرراتها كل برامجها 58 مصممة وفقا لاحتياجات سوق العمل، لأن هناك شريك صناعي بيشارك في وضع وصناعة وتصميم المقرر والتدريب الطلاب عليه. ال 58 برنامج اللي هم بيتنوعوا ما بين تخصصات علوم الصناعة، تكنولوجيا الصناعات المختلفة من أول الصناعات الثقيلة لأقل نوع من الصناعات الغذائية والحاجة والتكنولوجية والإلكترونية والكلام ده كله، زائد فكرة علوم الطاقة وكمان علوم الخدمات، تكنولوجيا الخدمات. تكنولوجيا الخدمات دي من الحاجات اللي كانت غائبة خالص عننا في مصر، بدأت تكون لها مسارات كتيرة جدا جدا في الجامعات التكنولوجية، وهناك توسع في استهداف إنشاء برامج جديدة في هذه التخصصات، تكنولوجيا الخدمات، الصحة، تكنولوجيا خدمات التجارة حتى اللي هي علوم الإدارة. ده بالنسبة لمسارات الجامعات التكنولوجية اللي فيها برضو حاجة إضافة حصلت كده من الأسبوعين اللي فاتوا، إن كان في الأول كانت هي جامعات جديدة، طبعا احنا بنتكلم على 4 سنوات وتخريج دفعة واحدة السنة اللي فاتت، السنة دي اكتملت العملية التعليمية بفكرة إدخال النشاط الطلابي واعتماد أول أسبوع لشباب الجامعات التكنولوجية.